محافظ حضرموت يشيد بالإرث الرياضي لمدينة الشحر ويوجه بتأهيل ملعب الشاحط وعدم التفريط بساحاته. الوكيل العامري يطلع على الاستعدادات الجارية لانطلاق بطولة السوبر لكرة السلة بسيئون. بنظام دراسي متجدد دفعة صوت السلطة الرابعة تحتفي بتخرجها. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي بالإرث الرياضي لمدينة الشحر التاريخية، مؤكدا أنها تعد أحد أهم أقطاب الرياضة في حضرموت. وأكد محافظ حضرموت خلال زيارته اليوم ملعب الفقيد الشاحط بمدينة الشحر، أكد اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الشباب والرياضة والبنية التحتية لهذا القطاع المهم، مؤكدا الحرص على إعادة تأهيل ملعب الشاحط وتعشيبه بما يليق بمدينة الشحر وتاريخها الرياضي، موجها بإعداد الدراسات الفنية لتأهيل الملعب وتعشيبه وتجاوز معوقات العراقيل السابقة. وشدد المحافظ على الحفاظ على المساحات التابعة للملعب وعدم التفريط فيها لأي أسباب كانت، والحفاظ عليها ملكا للشباب والرياضيين ولمستقبل المدينة، كما شدد على الحفاظ على ممتلكات قطاع الشباب والرياضة والأندية الرياضية في جميع مديريات المحافظة وعدم التفريط فيها. وشاد محافظ حضرموت بالمستوى المتطور الذي ظهر به فريق نادي سمعون لكرة القدم في بطولة كأس حضرموت في نسختها الثامنة، مباركا لإدارة النادي وجماهيره ذلك المستوى، ومؤكدا أن بروز الأندية ذات التاريخ الرياضي يسهم في الارتقاء بالبطولة. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري على التحضيرات الجارية لانطلاق بطولة السوبر للعبة كرة السلة لأندية الجمهورية. واستمع وكيل المحافظة العامري بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور مجدي بن طليب من رئيس الاتحاد اليمني لكرة السلة الكابتن عبد الستار الهمداني إلى آخر التحضيرات لتدشين البطولة بقاعة الشهيد بمعبد بمشاركة الأندية الأربع الحائزة على المراكز الأربعة الأولى في الدور التصنيفي، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بحضرموت ودعمها تفعيل النشاطات الرياضية كافة في جميع الألعاب، موجها بتقديم التسهيلات كافة لإنجاح البطولة. التقى مدير مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت السفير سالم بالفقيه اليوم بمدينة المكلا سفير جمهورية اندونيسيا غير المقيم لدى اليمن محمد أرزان جوهانا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مناقشة أوضاع الطلاب الاندونيسيين الدارسين في المعاهد والأربطة المختلفة بمحافظة حضرموت. انتقد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرغ الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لتقويضها جهود الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. وأكد صامويل في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط أن كل التقدم المحرز أصبح الآن في خطر بسبب الحوثيين، منوها أن لا اتصال مباشرا بين الولايات المتحدة والميليشيات الحوثية، معربا عن قلقه إزاء الهجوم الأخير على السفينة سونيون الذي قد يؤدي إلى تسرب نفطي كبير، مشيرا إلى أن تسرب مليون برميل سيكون أكبر بأربع مرات من كارثة إكسون فالديز وسيضر باليمنيين والمصريين. شهدت المكلا حفلا تكريميا للدفعة 11 من قسم الصحافة والإعلام بجامعة حضرموت، تميز بفقراته المبتكرة وأبريت فني ينعى المجازر التي طالت أبناء غزة وأطفالها بفلسطين الحبيبة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي نتابع. في مشهد غير تقليدي يحاكي نشرة الأخبار المتلفزة، انطلق حفل تخرج الدفعة 11 من قسم الصحافة والإعلام جامعة حضرموت في وقت يواجه فيه وطنهم تحديات جسيمة تتطلب
أقلاما حرة. كل هذه الأيام الصعبة التي كانت علينا يمحيها هذا الفرح الذي نراه منعكسا على أمهاتنا وأبائنا وأصدقائنا وزملائنا في العمل أيضا. وأتمنى أيضا من هذه الأربع سنوات أن لا تذهب سدى، وأيضا أن تنعكس علينا في واقع الإعلام على الميدان، وأن نكون قدوة حسنة لمجال الإعلام وللسلطة الرابعة أيضا. أنا جدا سعيد، كانت أربع سنوات أتعلمنا فيها واكتسبنا خبرات، عرفنا كيف نطلع نتكلم مع الناس، عرفنا كيف نعمل لقاءات. تميزت هذه الدفعة التي أطلقت على نفسها صوت السلطة الرابعة بنظام دراسي متجدد يقسم السنوات الأربع إلى مسارين: شعبة الصحافة والنشر وشعبة الإذاعة والتلفزيون. نحن الدفعة الأولى المتخصصة في الإذاعة والتلفزيون من افتتاح القسم في عام 2010. الإذاعة والتلفزيون تخصص عظيم يشمل الكثير من المفاهيم الإعلامية. ومع تطور وسائل الإعلام ومنصاتها المتنوعة يشهد القسم إقبالا متزايدا، مما يبشر بتأثير إيجابي على الواقع الإعلامي في البلاد. واحد صوت السلطة الرابعة. على بلاط صاحبة الجلالة نزف اليوم معا كوكبة من زملاء المهنة الوافدين من مختلف مديريات محافظة حضرموت، آملين تعزيز واقع الإعلام في مناطقهم ومساحتهم في الفضاء الإعلامي بعد تخرجهم هذا اليوم من قسم الصحافة والإعلام جامعة حضرموت. رائد خالد لتلفزيون حضرموت المكلا. تشهد مدن ساحل محافظة حضرموت أجواء صحوة مع سحب رعدية متفرقة على بعض المناطق، ومع رياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا. فيما تشهد أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا مع تشكلات من السحب الرعدية ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. أما مدن وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية فتشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع أمطار رعدية متفرقة ورياحا معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى دافئة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس نتابع. ختام النشرة مشاهدينا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يشيد بالإرث الرياضي لمدينة الشحر ويوجه بتأهيل ملعب الشاحط وعدم التفريط بساحاته. الوكيل العامري يطلع على الاستعدادات الجارية لانطلاق بطولة السوبر لكرة السلة بسيئون.
بنظام دراسي متجدد دفعة صوت السلطة الرابعة تحتفي بتخرجها. ولمتابعة مزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.